موجز التاسع صباحا من التلفزيون المصري، اهلا بكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة الى الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية، واكد الرئيس ثقته بان تولي الرئيس موسيفيني فترة رئاسية جديدة سوف يتيح له الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والانجازات في خدمة الشعب الاوغندي، معربا عن تطلعه للعمل مع نظيره الاوغندي في الاعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية. وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن استعدادا لأداء اليمين اليوم رئيسا للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب. ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين أمام كبير القضاء قبل أن يلقي خطاب التنصيب الذي سيتناول ملامح سياساته الداخلية والخارجية. وقالت مصادر إن بايدن سيقوم فور تنصيبه بتوقيع عشرة الأوامر التنفيذية وإحالة مشروعات قوانين إلى الكونغرس بهدف العدول عن بعض السياسات التي تحمل توقيع سلفه ترامب. في المقابل أعلن البيت الأبيض أن الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا بينهم مستشاره السابق ستيف بانون. وقبيل مغادرته البيت الأبيض دعا ترامب الأمريكيين في خطابه الوداعي إلى الصلاة من أجل نجاح الإدارة الجديدة في إبقاء أمريكا آمنة ومزدهرة. وقال ترامب إنه ورغم قيامه بتسليم السلطة فإن الحركة التي أطلقها احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية ليست سوى البداية، كما أدان الهجوم على الكونغرس معتبرا أنه كان أمرا مروعا. واستعدادا لحفل تنصيب الرئيس 46 للولايات المتحدة شهدت العاصمة واشنطن إجراءات أمنية استثنائية غير مسبوقة، وتم إغلاق المدينة بالعوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة وكذلك عدد من الجسور بين العاصمة وعدد من الولايات. وانتشر عشرة الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني. طلب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي التونسيين بعدم الانسياق وراء حملات التحريض وعدم اللجوء إلى العنف والفوضى. يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق خلال الأيام الماضية. وفي غضون ذلك تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لليوم الخامس على التوالي في عدة مدن من بينها العاصمة. أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ استهدفت موقعا أمنيا على الحدود الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية صاروخين باتجاه موقعين أمنيين على الحدود الشرقية لمدينة غزة وموقع آخر شرق بلدة بيت حانون شمالي القطاع. أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 899 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى خروج 603 من المتعافين من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124,094 حالة. ختام الموجز، صاحبكم في لغات الإشارة الزميل علاء الدين السيد. شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء.